تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل طارق عبد العزيز اللي ولد زي النهارده عام 1968. الفنان الراحل قدم لنا العديد من الاعمال المميزه في السينما والتلفزيون اللي حبها الجمهور وتفاعل معاه. تعالوا نتعرف مع حضراتكم على اهم المحطات في تاريخ الفنان طارق عبد العزيز. تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير الراحل طارق عبد العزيز الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1968، وقدم لنا الفنان الراحل عديد من الأعمال المميزة في السينما والتلفزيون التي أحبها الجمهور. بيذاكر كويس يا فلحي، عشان الاستيقاف والتفتيش يلزمهم مبررات قوية. مفيش مبررات قوية يبقى على الأقل تحريات يا فايزة. تخرج طارق عبد العزيز من كلية الحقوق وبدأ مشواره الفني في المسرح الجامعي عام 1986، حيث انضم لفرقة الورشة وشارك في مسرحية داير ما يدور مع مجموعة من الفنانين الموهوبين. لا بقول لكم ايه، انا مش عايز جرس، كفاية اللي حصل لي، ابقوا وطوا التلفزيون شوية. بدأ طارق مشواره السينمائي بفيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي، وكان الفيلم بمثابة نقلة كبيرة في حياته الفنية. مين ممدوح ده؟ دراع اليمين ده يا عم، قول صباح اليمين. جسد الفنان الراحل العديد من الأدوار السينمائية، من أشهر أدواره دور معد البرامج في فيلم أصحاب ولا بيزنس، والشاب القبطي في فيلم ثقافي، كما شارك في فيلمين مع عمرو دياب، ودكان شحاتة، واشتباك، وهمام في أمستردام. عايز إيه؟ ما جراش حاجة، أنا أخوك فرج الله وجاي أطمن عليك. متشكرين يا عم كنتاكي، يلا هات من جنب. كما شارك طارق عبد العزيز في 39 عملاً درامياً، من بينها أم كلثوم، رجل الأقدار، مسيو رمضان مبروك أبو العالمين حمودة، ورحيم مع ياسر جلال، وخارج السيطرة، وراجعين يا هوا. سعلا أنا بجتهد، بحاول يعني، لو طرف جلابيتك اتعفر في سكة وسخة نظفه توم، لو قلبك اسود اجليه، لو لسانك اتزفر اتمضمض، وربك غفور رحيم. كانت وفاته مفاجأة لكل أبناء الوسط الفني، حيث توفي في 26 من نوفمبر عام 2023 عن عمر ناهز 55 عاماً بسبب أزمة قلبية، وهو يصور مشاهده في مسلسل بقينا 2.